مكافعة الأسد وقضايا جرائم الحرب، كانت فرنسا الدولة التي لجأ إليها الضابط السابق رفعت الأسد أول الدول التي تنبهت لتورط الرجل بجرائم حرب في سوريا في فترة الثمانينات. بدأت القصة عقب 2011 عندما تحركت منظمات حقوقية فرنسية لمساءلة قائد سرايا الدفاع إبان مجزرة حما حول مصادر ثروته الفاحشة، من أين حصل عليها وكيف ينفقها وأي كسب ذلك الذي يمنح صاحبه 691 مليون يورو. على إثر التحقيقات التي استمرت 4 أعوام، صادرت الجمارك الفرنسية مبالغ طائلة وعقارات كثيرة تعود ملكيتها لرفعت، حيث أحصت النيابة الفرنسية بالتعاون مع حكومات أوروبية بينها إسبانيا وسويسرا أحصت أملاكه بالتالي: قصران في باريس مساحة أحدهما 3000 متر مربع ومزرعة خيول، وقصر آخر قرب العاصمة الفرنسية، إضافة إلى أراض بمساحة 7300 متر مربع في ليون و500 عقار في إسبانيا. تسلمت سويسرا الدفة وحركت ملف رفعة الأسد على أراضيها، فبادرت جمعية تريل الحقوقية لملاحقة رفعة بتهمة الإفلات من العقاب على جرائم تقول إنه ارتكبها خلال ترأسه لوحدات عسكرية شاركت في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، لا سيما مدينة حما، حيث أشار المحامي السويسري داميان جيرفاز إلى أن الشرطة وصلت إلى قناعة وقرائن تؤكد ضلوع سرايا الدفاع بالمجازر.